بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي النهارده نبتدي مع بعض محاضرتنا بعنوان Cytoskeleton and Cell Inclusions، ونشوف مع بعض ازاي ربنا هيهيئ الخليه بتركيب معين عشان تقدر ان هي تقوم بوظيفه معينه، ونسال مع بعض tell me why. هنبتدي اول حاجه مع بعض بالسيتوسكيلتون، او بالعربي اللي بيقولوا عليه الهيكل بتاع الخليه. لو انا دي سالتك كده وقلت لك اول ما تسمع كلمه سكيلتون هيفكرك بايه؟ هيفكرك بالسكيلتون بتاع جسمك، الهيكل بتاع جسمك اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن البونز، العظم. طب لو جيت سالتك هو العظم بتاع جسمك ده ايه فايدته؟ هتقولي اولا ربنا خلقه علشان يحمي الاعضاء الداخليه بتاعتي، يعمل لي بروتكشن. تاني حاجه عشان يديني شكل. تالت حاجه علشان يخليني اقدر اقف على حيلي، عشان اقدر ان انا امشي اتحرك. ده وظائف السكيلتون. السكيلتون بتاع الخلية أو الهيكل بتاع الخلية هو كمان بيقوم بنفس الوظائف، يعني بيحمي الخلية، بيخليها كده تقف على حيلها، بيخليها ليها القدرة على حركة، وبيحافظ على الشكل بتاعها. فلو جينا سألنا نفسنا وقلنا هو يعني إيه سيتوسكيلتون؟ سيتوسكيلتون ده واحد من النون ميمبرنس سيل أورجانيل، واحنا اخدنا وقلنا قبل كده ان انا عندي كل الارجانيلز بتاعتي بتبقى ميمبرنس، ليها ميمبرين ما عدا ثلاثة ما لهمش ميمبرين. اخدنا منهم الرايبوزوم، هناخد النهارده تاني واحد اللي هم السيتوسكيلتون، وهناخد النهارده برضو مع بعض السنتروسوم او السنتريول. فلما قلت تعريف السيتوسكيلتون هو عباره عن شبكه من البروتينز، شبكه من البروتينز ما بيبقاش ليها ميمبرين. خلينا اقول لك ان السيتوسكيلتون ده عباره عن ثلاث انواع بتتقسم تبعا لايه؟ تبعا للسمك بتاعها ولنوع البروتين اللي داخل في تركيبها. الثلاث انواع دول اللي هم عباره عن ايه؟ اول نوع عندي اللي بقول عليه المايكروفيلامنت، يعني فيلامنت بس بيبقى رفيع. تاني نوع اللي بقول عليه المايكروتوبيول، يعني زي الانابيب كده بس بتبقى صغيره. وتالت حاجة اللي بقول عليها الانترميديت فيلامنت، حاجة كده وسط ما بين المايكروفيلامنت وما بين المايكروتوبيولز. وهنبتدي أول نوع عندنا اللي هو المايكروفيلامنت، أو اللي هو بيبقى له اسم تاني اسمه أكتين فيلامنت. أولا الديامتر بتاعه قد إيه؟ القطر بتاعه قد إيه؟ والله هو مايكرو يعني صغير رفيع، فالديامتر بتاعه بيبقى حوالي 7 نانومتر. طيب باللايت مايكروسكوب هل بقدر ان انا اشوفه؟ والله لو جيت صبغت بالروتين ستين بتاعتي اللي هو الاتش اند اي ما بيبانش، الا ان انا ممكن اشوفه عن طريق طريقه في الصبغه اسمها اميونو هيستو كيميكال ستيننج. اميونو هيستو كيميكال ستيننج، والكلمه دي هتتكرر معانا بعد كده كتير قوي، فلازم اشرح لكم يعني ايه كلمه اميونو هيستو كيميكال ستيننج. اميونو يعني ان انا بستخدم حاجة مناعية، بستخدم انتي بودي، جسم مضاد. الجسم مضاد ده بيشتغل ضد ايه؟ ضد كيميكالز معينة موجودة جوه التيشو، ادي هيستو يعني تيشو. فالانتي بودي او الجسم المضاد ده بيجي يتحد مع الكيميكال اللي موجود وبيديني لون معين، ده اللي اسمه اميونو هيستو كيميكال ستيننج. فانا هعمل ايه هنا؟ انا عندي الاكتين ده بيتكون من بروتين، بجيب انتي بودي خاص بيه، فلما يجي الانتي بودي ده يمسك في البروتين بتاع الاكتين يديني لون، فاقدر ان انا اشوف بوضوح الاكتين وهو ملون جوه الخليه. يعني انا مثلا عندي الخليه اللي قدامي دي عباره عن مصل، خلايا عضلات. طبعا زي ما احنا عارفين العضلات بيبقى جواها اكتين ومايوسين كتير زي ما انتوا خدتوا بكده في ثانوي. فاللي انت شايفه باللون الاحمر ده، عباره عن خيوط الاكتين اللي هي مصبوغه بالاميونو هيستوكيميكال ستيننج، واخده هي اللون الاحمر زي ما انت شايف. ففهمنا يعني ايه هيستوكيميكال، عشان خلي بالكم هتتكرر معانا بعد كده كتير جدا. طيب يجي بعد كده ونشوف بالالكترومايكروسكوب الاكتين هيبان ايه.
بيقول لك بيبان على هيئة خطوط بتبقى رفيعة وبتبقى إلكترون دنس. وزي ما قلنا قبل كده إن كلمة إلكترون دنس معناها إن بتظهر باللون الأسود، في عبارة عن خطوط رفيعة لونها أسود. طب يا ترى البروتين اللي جواها ده عبارة عن إيه؟ بيقول لك والله إن الأكتين فيلامين ده بيتكون من وحدات من what is called G actin. يعني ايه وحدات؟ يعني مونومرز. يعني ايه مونومرز؟ يعني شايفين الدوريات دي اهي، كل دايرة منها بقول عليها G actin، وكلمة G دي جاية اختصار من كلمة globular actin، وكلمة globular معناها ايه؟ يعني وحدة مدورة كده بالمنظر ده. فبتتكون من وحدات مدورة، كل وحدة من دي اسمها G actin. الجي أكتين ده بيجي ويمسك في بعضه، ها، ويعمل لك خيط اسمه إف أكتين. وإف ده اختصار لإيه؟ لكلمة فيلامنتس أكتين. وفيلامنتس يعني خيط، خيط من الأكتين. بالضبط كده زي إيه؟ لو أنا جيت قلت لك اعمل لي سبحة أو عقد، هتعمله إزاي؟ هتجيب خرز مدور تيجي وتشبكه ببعضه بخيط فتعمل لي ايه؟ العقد او السبحه بتاعتي. هو نفس الفكره كده بالظبط. انا هجيب خرز مدور اسمه جي اكتين، همسكه كده ببعض بخيط لحد ما يعمل لي ايه؟ الفيلامنتس اكتين بتاعي، تمام. وبعد ما عملت العقد بتاعي ده هعمل فيه ايه؟ هاجي واقوم لفاه، ها، زي الحلزون كده بالظبط، فيعمل لي حاجه اسمها دبل هيليكس. يعني ايه دبل هيليكس؟ يعني جبت الخيط كده وتنيته على اتنين فبقى مجوز بالمنظر ده، ولفيته كده حوالين بعض زي ايه؟ زي الحلزون كده. عارفين الحلزون ده هو زي الشرايط بتاعه العيد الميلاد كده اللي بتبقى الحلزون اللفه، بتبقى نفس المنظر كده بالظبط. اتفقنا؟ خلي بالك من حاجه مهمه قوي، ان الاكتين فيلامين ده دايناميك ستراكشر. يعني دايناميك ستراكشر يعني متحرك. يعني متحرك يعني مش بيرمننت، يعني مش دائم. يعني ايه؟ يعني طوله مش ثابت، يعني عنده القدره على انه يطول ويقصر، يطول ويقصر. طب هو بيطول ويقصر ازاي؟ ببساطه شديده، لو انا جيت على الخيط ده وجد ضفت عليه جي اكتين هيطول، ولو جيت عند الناحية التانية وشلت منه جي أكتين يبقى أنا عملت إيه؟ قصرته، يبقى كده هيقصر. يبقى أقدر أقول إن الأكتين فيلامنت له ناحيتين، ناحية بقول عليها ماينس إند وناحية تانية بقول عليها بلس إند. إيه الفرق ما بين الناحيتين؟ الماينس إند من اسمها، ماينس يعني إيه؟ يعني تطرح، يعني الناحية دي اللي هيحصل فيها فقد للجي أكتين أو للمونيمرز أو الجزيئات بتاعة الجي أكتين. أما الناحية التانية اللي هي بلس، بلس يعني إيه؟ بلس يعني هتضيف، هتجمع. الناحية دي اللي هيحصل فيها إضافة لمين؟ للجي أكتين. طيب يجي السؤال، وهو طالما بيطول وبيقصر يا ترى ده هيفيدني في إيه؟ إيه وظائف الأكتين أو المايكروفيلمنت؟ خلينا أقول لك إن قدرة الأكتين على إنه يطول ويقصر بيدي قدرة للخلية على الموتيليتي أو الحركة. طب والحركة دي بتاعت الخلية بتحصل في حالات إيه؟ أول حاجة في حالات السيل مايجريشن. يعني إيه السيل مايجريشن؟ يعني هجرة الخلية. يعني إيه؟ يعني الخلية بتتحرك، زي ما إحنا هناخد بعد كده إن في خلايا لها قدرة على الحركة، زي مثلا الفاجوسيتك سيل أو الخلايا الأكلة اللي إحنا خدنا منها فين؟ في السيل ميمبرين، بتقدر انها تتحرك لحد ما توصل للبكتيريا عشان تاكلها. فالخليه عشان تتحرك بتيجي تمد اقدام كاذبه او سودوبوديا. بتمد الاقدام الكاذبه دي عن طريق ايه؟ عن طريق الاكتين فيلامنت. بيجي الاكتين اهي يطول فتقوم جايه مدالك الاقدام الكاذبه دي، تمام؟ تمدها كده زي صابعك ما تمد ايديك وبعدين تسحبها، تمدها وتسحبها، تمدها وتسحبها، زي ما تكون بتفرد صابعك وتتنيها، تفردها وتتنيها. ده بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق ان الاكتين يطول ويقصر، يطول ويقصر. اتفقنا؟ تاني حاجه هستفيد منها في الموتيليتي في حاجه اسمها سيتوبلازميك ستريمينج. يعني ايه سيتوبلازميك ستريمينج؟ يعني خلينا اقول لك ان السيتوبلازم ده اللي فيه الخليه بيبقى فيه حركه كده عامله زي حركه الموج بتاع البحر. السيتوبلازم ده فلويد، ففي حركه زي الموج. حركه الموج دي
بتفيدني في ايه؟ بتفيدني اثناء عمليه النقل او الترانسبورت بتاعه الاورجانيلز والفيزيكلز جوه السيتوبلازم. ايه ده؟ هي الاورجانيلز والفيزيكلز بتتحرك جوه السيتوبلازم؟ اه بتتحرك. بتتحرك ليه؟ لا هو احنا مش اخدنا قبل كده ان في حاجه اسمها اكزوسايتوزس واندوسايتوزس، واخدنا ان الفيزيكلز دي بتتحرك ناحيه السيل ميمبرين او تتحرك من السيل ميمبرين لجوه، هي دي مش حركه. يبقى اذا في حركه بتحصل جوه السيتوبلازم. السيتوبلازميك ستريمينج ده او حركه الموج اللي بتحصل في الخليه دي بتساعد الاورجانيلز والفيزيكلز على الحركه زي كده بالظبط. ايه المركب اللي ماشيه؟ ايه الماشيه على الموج. ومش كده وبس، ده كمان الأكتين فيلامين بيبقى له دور مهم جدا في عملية السيتوكاينيزس. يعني ايه سيتوكاينيزس؟ احنا لما هناخد وانتوا اخدتوا قبل كده في عملية الانقسام بتاع الخلية زي مثلا الميتوزس، الانقسام الميتوزي، ان الخلية لما تيجي عشان تتقسم لخليتين بيحصل ان في نص الخلية دي بتيجي تتحوط تتحلق برينج، بحلقة كده اسمها كونتراكتايل رينج. كونتراكتايل رينج زي كده بالظبط كده ما تجيب بالونة وتيجي تضغط عليها من النص. فالخلية بيحصل فيها نفس الحكاية، بتيجي وتتحوط في النص كده بحلقة من الأكتين فيلامنت اسمها كونتراكتايل رينج. ايه فايدة الحلقة دي؟ الحلقة دي كده تقعد تيجي وتنضغط تنضغط تنضغط لحد ما تفصل لك الخلية لإيه؟ لخليتين. ومش كده وبس، ده كمان الأكتين فيلامنت بيشتغل مع الميوسين فيلامنت أثناء عملية الكونتراكشن اللي بتحصل فين؟ في المصل، أثناء عملية الانقباض بتاع المصل. ليه؟ لأن المصل في الحالات دي بتقصر، فبتقصر عن طريق إيه؟ عن طريق الأكتين والميوسين. وإن كان إن طول الأكتين والميوسين ما بيتغيرش في حالة انقباض العضلة، ولكن العضلة نفسها بيحصل فيها حالة من الموتيليتي أو الحركة. الحركة اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي عبارة عن القصر أو الأسر بتاع العضلة. ده بيعتبر نوع من أنواع إيه؟ من أنواع الحركة. اتفقنا؟ مش كده وبس، ده كمان الأكتين له structural role أو دور تركيبي في الخلية. إزاي؟ إن هو عنده القدرة إن هو يخلي الخلية تحافظ على شكلها. ومش كده وبس، ده كمان الأكتين بيدخل في تكوين الميكروفيلاي. إيه الميكروفيلاي دي؟ خلينا أقولك إن الخلايا بتاعت جسمنا خاصة خلايا في أماكن معينة بتحتوي على زوائد كده بتطلع منها بالظبط كده عاملة زي الصوابع بتاعت إيدك. الزوائد دي بسميها الميكروفيلاي. الزوائد دي فايدتها إيه؟ زي ما قلنا قبل كده، أي حاجة طالعة من الخلية زي مثلا فولدز، زي إن سطح الخلية بقى الريجلر، زي بروسيسز طالعة من الخلية، أي الحاجات دي كلها بتبقى فايدتها إيه؟ فايدتها إنها تزود مساحة السطح بتاع الخلية، تزود من مساحة السطح بتاعة الخلية. فلو خدنا مثلا مثال زي الخلايا اللي هي بتبطن السمول انتستين أو الأمعاء الدقيقة، هي الأمعاء الدقيقة دي وظيفتها إيه؟ وظيفتها إنها تعمل absorption أو امتصاص. ففكرة الامتصاص إيه؟ فكرة الامتصاص إن أنا عندي عند سطح الخلية كده بيبقى جزيئات أكل، food molecules. أنا عايز الفود مولكيولز دي تيجي ها وتتعرض لإنزيمات موجودة على سطح الخلية، تمام؟ الإنزيمات دي تبتدي تكسرها، تكسر الفود مولكيولز دي أو الجزيئات بتاعة الأكل ليه جزيئات صغيرة خالص، تيجي بتدخل جوه الخلية وبعدين تقوم رايحة على البلاد فيسلز أو الأوعية الدموية. فالمايكروفيلاي دي فايدتها إيه؟ فايدتها إن أنا بزود السيرفيس إيريا أو مساحة السطح اللي ايه اللي او مساحه سطح الخليه اللي معرض لايه؟ لجزيئات الاكل اللي بتبقى موجوده في الجزء ده، تمام؟ طب انا بزود مساحه السطح ازاي؟ خليني اقول لك ان القلب بتاع الميكروفيلاي ده قلبها بيبقى محشي جوه باكتين اللي هو بلونه احمر ده. الاكتين ده بيجي وبيتحد مع مجموعه تانية من الفيلامنت موجوده في السيتوبلازم، هنا مش مهم تعرف اسمها. مجموعة الفيلامنت اللي موجودة هنا بتيجي تشد على الأكتين فيلامنت، فلما تشد عليها تعمل إيه؟ تبعد لك الإيه؟ الصوابع دي عن بعض بالظبط كده. أنت أنا عايزة طالبة منك إيه؟ خلي صوابعك بتاعت إيدك قريبة من بعض وبعدين ابعدهم عن بعض،
تمام. فاذا انا عملت هنا ايه؟ زودت السيرفيس اريا او ايه، او مساحه السطح بتاع الخليه اللي معرض لايه، للفود موليكولز او جزيئات الاكل. اتفقنا؟ نروح على تاني نوع عندنا اللي هو اسمه المايكروتوبيولز. والمايكروتوبيولز بيبقى الديامتر بتاعها حوالي 25 نانومتر، قطرها 25 نانومتر. طب يجي السؤال، هل باللايت مايكروسكوب بتبان؟ نفس الكلام بالاتش اند اي، مش هتبان، بتستان برضو باستخدام الاميونو هيستوكيميكالستين اللي شرحناها مع مين؟ مع الاكتين فيلامنت، باستخدام انتي بودي ضد البروتين اللي هو بيكون المايكروتوبيولز. اتفقنا؟ طيب بالالكترومايكروسكوب شكلها ايه؟ والله هي اسمها مايكروتوبيول، يعني تيوبيول صغيره رفيعه بتظهر على شكل فاين تيوبيول. كلمة تيوبيول يعني ايه؟ تيوبيول تصغير تيوب، تيوب بالعربي يعني انبوبة، فتيوبيول التصغير بتاعها. مش عارفة بقى بالعربي تيجي ازاي دي، ونيبوبة مش عارفة، تصغير بتاع ايه؟ بتاع انبوبة، فبتبان عبارة عن انابيب رفيعة. اتفقنا؟ طيب يا ترى البروتين اللي بيدخل في تركيبها عبارة عن ايه؟ البروتين اللي بيكونها جاي من اسمها، هي اسمها مايكروتيوبيول، فالبروتين اللي بيكونها اسمه تيوبيلين، جاي من تيوبيول. التيوبيلين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن وحدات، بس الوحدات دي ما هياش مونيمر زي الأكتين، لا دي الوحدات دي عبارة عن دايمر. يعني ايه دايمر؟ دايمر داي جاية من اتنين، يعني التيوبيلين ده بيكون من وحدتين لازقين في بعض، واحدة منهم اسمها ألفا تيوبيلين والتانية اسمها بيتا تيوبيلين. يعني كل تيوبيلين دايمر واحد بيكون من الفا تيوبيلين ومن بيتا تيوبيلين، فاصغر وحده فيه او اصغر وحده في المايكروتوبيول ما هياش مونومر، مونومر مش وحده واحده، لا دي وحدتين لازقين في بعض ما بينفصلوش عن بعض، اسمهم تيوبيلين دايمر. خليني اقول لك ان الدايمرز دي بتيجي وتترصص زي في سلسله كده تحت بعض اهي، وتعمل لك برضو فيلامنت، اسم الفيلامنت ده بقول عليه بروتو فيلامنت، بروتو فيلامنت. خليني اقول لك ان بيجي 13 بروتو فيلامنت ويتجمعوا مع بعض ويعملوا لك المايكروتوبيول. ادي اهم واحد اهو، اتنين بروتو فيلامنت، تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر، 13 بروتوفيلامنت يجمعوا مع بعض يعملوا لي المايكروتوبيول. وفعلا شكلها شبه ايه؟ الانبوبه الصغيره ليها وول اهو، وليها ايه؟ تجويف من جوه، فلما اجي اقطع منها كروس سكشن او مقطع عرضي تبان لي بالمنظر اللي انا شايفاه ده. ده عباره عن ايه؟ عد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اللي هم ايه؟ اللي هي عباره عن المقطع العرضي بتاع ايه؟ بتاع ال 13 بروتو فيلمنت. اتفقنا يا شباب؟ خليني اقول لك برده حاجه مهمه قوي، ان المايكروتوبيول ده بيبقى مرتبط بيها حاجه اسمها موتور بروتين. يعني ايه موتور بروتين؟ يعني بروتين عنده القدره على الحركه. البروتين ده واحد اسمه كاينيزين وواحد اسمه داينيد. طب هو بيتحركوا على المايكروتوبيول ليه؟ بيتحركوا عليها لان هم بياخدوا المايكروتوبيول دي زي تريك. يعني تريك زي القضبان بتاعه السكه الحديد دي. تمام، الكاينيزين والداينين دول بيبقوا شايلين فوقيهم كده أورجانيلز أو فيزيكل. طب هما شايلينها ليه؟ عشان تيجي تحركها، تحركها. هشبه لك كده بالظبط الوضع زي إيه؟ زي القطر. أنا عندي القطر بتاعي هيبقى عبارة عن الموتور بروتين، واحد اسمه داينين وواحد اسمه كاينيزين. تمام؟ القطر ده شايل بضاعة، البضاعة دي عبارة عن أورجانيلز أو فيزيكلز اللي هما دول، والقطر عشان يتحرك محتاج قضبان. القضبان دي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن مايكروتوبيول بتاعتي. فانا عندي قطر شايل بضاعه بيتحرك على المايكروتوبيول. طب يجي السؤال، انا ليه هنا عندي اتنين موتور بروتينز، واحد اسمه كاينيزين وواحد اسمه داينين؟ لان الكاينيزين والداينين بيتحركوا في اتجاهين عكس بعضهم. يعني ايه؟ يعني ادي الكاينيزين اهو شايل لي اورجانيل او فيزيكل بيتحرك زي ما انت شايف في اتجاه السهم من هنا لهنا،
اما الداينين فشايل لي برضو اورجانيل او فيزيكل وبيحركها لي في الاتجاه العكسي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ادي الخليه بتاعتي وادي النواه وادي خطوط السكك الحديد اللي هي عباره عن المايكروتوبيولز وادي القطرات بتاعتي اللي هي باللون البنفسجي والاخضر اللي هي عباره عن الموتور بروتينز اللي بتتحرك على هذه القضبان الا وهي المايكروتوبيول. اللي باللون البنفسجي ده عباره عن الداينين، هيشيل لي الاورجانيل او الفيزيكل ويحركها لي من ناحيه السيل ميمبرين من الطرف بتاع الخليه على السنتر او المركز، او بمعنى اخر ممكن نقول ناحيه النيوكليس. اما الكاينيزين اللي باللون الاخضر ده فبيحرك لي الاورجانيل او الفيزيكل او بيشيلها لي في الاتجاه العكسي اللي هو ايه، من ناحيه السنتر او المركز بتاع الخليه او النواه على ايه، على الطرف بتاع الخليه ناحيه السيل ميمبرين. فاذا عشان كده انا محتاجه 2 بروتينز مختلفين، كل واحد فيهم هينقل لي الحاجه اللي انا عايزه انقلها من مكان لمكان، بس ايه، بس هما بيتحركوا عكس بعض، واحد منهم من السيل ميمبرين او من طرف الخليه على المركز والتاني من المركز على ايه، على طرف الخليه. تعالوا كده ونشوف مع بعض انيميشن يوضح لنا الكلام اللي احنا بنقوله. بصوا يا شباب، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن المايكروتوبيول، ده عباره عن الموتور بروتين شايل اورجانيل او فيزيكال عليه. ادي اهو بيتحرك كأن واحد كده على دراسه، وده دراعاته وشايل ايه بدراعاته كده من فوق، شايل لك كده شيله تقيله وايه، وبيتحرك علشان ينقلها لك من مكان لمكان. بصوا كده كمان يا جماعه، بصوا الانيميشن ده عباره عن المايكروتوبيول، ده عباره عن الموتور بروتين اهو شايل عليه اورجانيل او فيزيكال. شايف اتجاهات السهم ده معناه ايه؟ ان الموتور بروتينز على حسب نوعه بيتحرك في الاتجاهين، يا يعني اما من المركز بتاع الخليه من النواه ناحيه الطرف ناحيه السيل ميمبرين، او في الاتجاه العكسي. كل ده يا جماعه بيحصل جوه جسمك، مش جسمك وبس، دي جوه الخليه اللي انت بتشوفها تحت الميكروسكوب بتكبير كبير، والحاجات دي اصلا انت ما بتقدرش تشوفها بالميكروسكوبات العاديه. عشان كده دايما بنقول ان الهيستولوجي ده عظمة الله في خلقه، عظمة الله في خلقه، سبحان الله سبحان الله. ونتذكر دائما الآية الكريمة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. خليني أقولك برضو ان المايكروتوبيول زيها زي الأكتين دايناميك ستراكتشر، برضو دايناميك ستراكتشر يعني ايه؟ يعني بيقدر ان هو يطول ويقصر. طيب يجي السؤال، هو هيطول ازاي؟ عن طريق ان انا اضيف له ايه، تيوبيلين دايمر. طيب وهيقصر ازاي؟ عن طريق ان انا اشيل منه تيوبيلين دايمر. فلو جينا بصينا على المنظر، دي عباره عن المايكروتوبيول، بص ازاي لما هتيجي تقصر، بص اهي هشيل منها تيوبيلين دايمر، بص لما تيجي تطول هضيف لها تيوبيلين دايمر. بصوا الجمال، بص تخيل ده بيحصل جوه الخليه بتاعتك. ها، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فعلا اتفقنا يا شباب. يبقى إذن ده يخليني أروح أقول، بما إن المايكروتوبيول ليها قدرة على إنها تطول وتقصر، هستخدم ده في إيه؟ أول حاجة إن أنا هستخدمه في الترانسبورت بتاع الأورجانيلز والفيزيكل جوه السيتوبلازم. زي ما قلنا المايكروتوبيول عبارة عن قضبان السكة الحديد اللي هيتحرك عليها الموتور بروتين عشان ينقل لي الأورجانيلز والفيزيكل. ونرجع تاني ونقول، وامتى بتحصل حركة للفيزيكل؟ احنا مش اخدنا قبل كده يا شباب ان انا عندي الراف اندوبلازميك ريتيكولم بتطلع منه ترانسبورت فيزيكل، الحويصلات الناقلة اللي شايلة البروتين بتاعي، وعشان يروح على الجولجي اباريتس، ها، عشان اكمل عملية تصنيع البروتين. ما سألتوش نفسكو هي ترانسبورت فيزيكل دي بتتحرك ازاي؟ اهي بتتحرك على المايكروتوبيول. أخدنا برضو في السيل ميمبرين إن بيطلع من الجولجي أباريتس حاجة اسمها سيكريتوري فيزيكل، الحويصلات اللي شايلة البروتين اللي حصل له سيكريشن أوتسايد ذا سيل، برا الخلية، ها؟ فالحويصلات دي هتتحرك إزاي؟ ألونج المايكروتوبيول. اتفقنا؟ مش كده وبس، ده كمان المايكروتوبيول لها دور تركيبي بتدخل في تكوين what is called الميتوتيك سبيندل، اللي هي عبارة عن الخيوط المغزلية.
لو تفتكروا الخيوط المغزلية دي عبارة عن إيه؟ اللي هي الخيوط اللي كانت بتتكون أثناء انقسام الخلية وكان بيترصص عليها الكروموزومات. فلو تفتكروا لما الكروموزومات بتترصص عليها كان بتيجي المايكروتوبيول دي وكان أو سوري الخيوط المغزلية دي بتقصر، فلما تقصر تقوم شدالك على الكروموزوم يبقى يجي يحصل له إيه؟ ينقسم نصين، واحد يروح هنا وواحد يروح هنا. فالخيوط المغزلية دي اللي بتقصر بتتكون من ايه؟ من المايكروتوبيول. ومش كده وبس، دي كمان المايكروتوبيول بتدخل في تكوين حاجة هناخدها بعد شوية اسمها السنتريول، وكمان بتدخل في تكوين زوائد بتطلع من الخلية اسمها سيليا وفلاجيلا، وحناخد عنهم فكرة مختصرة برضو بعد شوية. اتفقنا؟ في حاجة عندنا موجودة جوه الخلية اسمها الميكروتوبيول أورجانيزينج سنتر. يعني ايه ميكروتوبيول أورجانيزينج سنتر؟ ده عبارة عن مركز بتيجي الميكروتوبيول وتنمو منه وتمتد وتطول عشان تكون تركيبات مختلفة. فبالتالي المراكز دي لازم يكون داخل في تكوينها هي نفسها ميكروتوبيولز. طيب ايه المراكز دي؟ اول مركز اللي هو عبارة عن السنتريول اللي انا قلتلكوا عليه من شوية. السنتريول ده بيبقى موجود في الخلية اثناء انقسام الخلية، عبارة عن 2 سنتريول، واحد عند القطب ده واحد عند القطب ده. السنتريول ده داخل في تكوينه المايكروتوبيول، فاذا هو مايكروتوبيول اورجانيزينج سنتر. بتيجي المايكروتوبيول بتاعته وتنمو وتتمدد وتطول بالمنظر اللي انتم شايفينه ده عشان تكون لك ايه؟ تكون لك الميتوتك سبيندل او الخيوط المغزلية اللي هتترصص عليها الكروموزومات. تاني سنتر عندي برضو داخل في تكوينه المايكروتوبيول، والمايكروتوبيول بتيجي برضو تنمو وتتمدد منه وتطول وتشاع زي اشعة الشمس كده بالظبط، حاجة اسمها البيزال بودي بتاع السيليا والفلاجيلا. البيزال بودي ده عبارة عن سنتريول بتيجي وتطلع منه وتنمو مايكروتوبيولز عشان تكون لي زوائد في الخلية هناخدها بعد شوية اسمها السيليا والفلاجيلا. السيليا دي بالضبط كده زي الشعر اللي طالع من الخلية وحنعرف وظيفتها بعد شوية، والفلاجيلا ده عبارة عن التيل بتاع السبيرم أو الحيوان المنوي. يبقى إذا يا شباب المايكروتوبيول اورجانيزنج سنتر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تركيبات بتدخل في تكوينها المايكروتوبيول اللي هي السنتريول والبيزال بودي. فايدتها ان دي عبارة عن مراكز بتيجي المايكروتوبيول وتمتد وتنمو وتطول عشان تكون لك تركيبات مختلفة بتدخل في تكوينها برضو المايكروتوبيولز، الا وهي الميتوتك سبيندل والسيليا والفلاجيلا. اتفقنا شباب؟ تعالوا مع بعض نروح على ثالث نوع عندنا من الفيلمنت او من السيتوسكيلتون اللي هو عبارة عن الانترميديت فيلمنت. وانترميديت من اسمه ده وسط ما بين الديامتر او القطر بتاع المايكروتوبيول والقطر بتاع المايكروفيلمنت، فالديامتر بتاعه بيبقى حوالي 10 نانومتر. طب باللايت مايكروسكوب بيتشاف نفس الكلام، بيتشاف فقط عن طريق الاميونو هيستوكيميكال ستينينج. طيب بالالكترون مايكروسكوب شكله ايه؟ شكله عبارة عن خيوط شبه الاكتين الا انها اتخن من الاكتين، يعني برضو خيوط صودا الكترون دنس لكنها اتخن من الاكتين بما ان الدايمتر بتاعها بيبقى اكتر. طب يا ترى البروتين اللي بيكونها ده شكله ايه؟ والله برضو بيتكون من مونيمر. المونيمر دي عاملة زي ايه؟ زي الفتلة كده بتاعت الحبل. يعني انا وجيت سألتك دلوقتي هو الحبل بيكون من ايه؟ مجموعة من الخيوط لفة على بعض. هو بالضبط الانترميديت فيلمنت نفس الفكرة، عبارة عن خيط صغير اسمه مونيمر بيمسك فيه خيط زيه بالضبط يعمل حاجة اسمها دايمر. دايمر يعني اتنين، ويجوا اتنين دايمر يمسكوا ببعض فيعمل لك حاجة اسمها تترامر. تترامر يعني اربعة، ويجي تترامرز يمسكوا ببعض بالمنظر ده فيعمل لك ايه؟ حبل ملفوف على بعضه بالمنظر اللي انت شايفه كده بالظبط، بقول عليه ووفن روبس، زي الحبل اللي ملفوف على بعضه. طيب بما ان هو حبل،
هل الحبل ده يقدر ان هو يطول ويقصر؟ لا طبعا، الحبل ده حاجه ستيبل ما تقدرش انها تطول ولا تقصر، نوت دايناميك، بتفضل طولها ثابت، ليست لها قدره على الحركه. يبقى اذا ايه وظيفه الانترميديت فيلامنت؟ انا لو جيت سالتك هو ايه وظيفه الحبل، الحبل ده ايه؟ حاجه قويه، حاجه بتعمل سبورت. يبقى اذا الستراكشر بتاع او سوري اذا الفانكشن بتاعه الانترميديت فيلامنت ان هو بيعمل ايه؟ له ستراكشرال رول في الخليه، له دور تركيبي في الخليه، بيحافظ على شكل الخليه. اه يعني ايه؟ يعني لو جيت تخيلت دلوقتي انا عندي مجموعه خلايا قاعده جنب بعضها، تمام، الخلايا دي جواها الانترميديت فيلامنت، انا جيت عملت ايه؟ جيت شديت الخلايا دي من بعض، عملت لها ستريتش، فايه اللي بيحصل؟ تفضل الخلية زي ما هي سليمة ومسكة بعض. ليه فضلت سليمة ومسكة بعض برغم ان شدتها؟ بسبب وجود الانترميديت فيلمنت. اتفقنا يا شباب؟ خليني اقول لكم ان انا عندي انواع من الانترميديت فيلمنت. الانواع دي بتعتمد على ايه؟ تعتمد على نوع البروتين اللي داخل في تكوينها وعلى مكانها في الخلية. يعني ايه؟ يعني انا عندي الانترميديت فيلمنت يا اما بتبقى موجوده في السيتوبلازم بسميها سيتوبلازمينك، يا اما بتبقى موجوده في النيوكليوس فبقول عليها نيوكلير. ايه الانواع اللي موجوده في السيتوبلازم؟ والله عندي فيه 5 انواع. اول نوع اللي بقول عليه الكيراتين، الكيراتين اللي هو موجود في الخلايا بتاعه النسيج الطلائي او الابيثيليوم، واللي من اشهرها خلايا السكين او الجلد بتاعك بيحتوي على الكيراتين، اللي هو وظيفته ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل لك سبورت او بروتكشن لايه؟ للسكين بتاعك. تاني نوع من الانترميديت فيلمنت اسمه الفايمنتين، والفايمنتين ده بيبقى موجود جوه اي خليه لها ميزينكايمال اوريجين. يعني ايه ميزينكايمال اوريجين؟ يعني خليه طالعه من الميزوديرم. يعني الميزوديرم، الميزوديرم ده عباره عن الطبقه الوسطى في الجنين، لان انتوا زي ما اخدتوا قبل كده او هتاخدوا في الامبريولوجي ان الجنين عباره عن 3 طبقات، بيتكون من 3 طبقات. الطبقه الوسطى له بتدي خلايا، بقول عليها خلايا طالعه من الميزينكايم او الميزوديرم. واشهر الخلايا دي الخليه اللي بقول عليها الخليه الراشقه في كل مصلحه، اللي بقول عليها الفايبروبلاست، او الخلايا المكونه للالياف اللي هناخدها في الكونكتيف تيشو او في النسيج الدموي. تالت نوع من الانترميديت فيلمنت اللي اسمه الديزمين، وده اللي بيبقى موجود في المسل سيل في خلايا العضلات. ورابع بروتين عندي اسمه جلايال فايبريلاري اسيد بروتين. البروتين ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في what is called the neuroglia، جاية من كلمة جلايا النيوروجلايا. ايه النيوروجلايا ده؟ خليني اقولك ان النيرفوس سيستم بتاعك او الجهاز العصبي بيكون من خليتين، خلية العصبية وخلية تانية بتخدم عليها اسمها نيوروجلايا. بتخدم عليها يعني ايه؟ يعني بتعمل لها بروتكشن، تحميها، تديها التغذية بتاعتها، تعمل لها سبورت. الخلايا دي اللي انا بقول عليها النيوروجلايا، دي اللي بتبقى موجودة او موجود فيها الجلايال فايبريلاري اسيد بروتين. خامس نوع من انترميديت فيلمنت اللي موجود بقى في الخلية العصبية نفسها اللي في النيرف سيل، اللي بقول عليه النيورو فيلمنت، جاية من نيورو من نيرف سيل. دول مجموعة السيتوبلازميك انترميديت فيلمنت. عندي نوع واحد بس موجود في النيوكليوس اللي بقول عليه اللامين، واللامين ده بيبقى موجود او بيغطي الغطاء الداخلي بتاع النيوكليوس، و النوع ده بيحمي النيوكليار ميمبرين او غشاء بتاع النيوكليس، او ساعات بقول عليه النيوكليار انفلوب زي ما هناخد ان شاء الله المره الجايه مع النيوكليس. معنى كده ان اي خليه في الدنيا فيها نواه هيبقى موجود فيها اللامين. وخلي بالك احنا لما هناخد بعد كده في الابيثيليوم والكونكتيف تيشو في بروتين تاني اسمه لامينين، فاللامينين حاجة واللامين حاجة تانية. احمد مش زي الحاج احمد، اللامينين ده هنيجي ناخده ان شاء الله نوع تاني خالص من البروتينات مختلف تماما عن اللامين.
فلو جاب لك في امتحان الام سي كيو وقال لك اللامينين لاين الانر نيوكليير انفلوب، يعني اللامينين بيبطن الغشاء الداخلي للنواه، هتقول له لا حاشا وكلا والف اسم الله، اللي بيبطن غشاء الداخلي للنواه هو اللامينز وليس اللامينين. اتفقنا؟ خليني اقول لك ان الانترميديت فيلمنت كلها ما عدا اللامين بتبقى موجودة في أنواع معينة من الأنسجة، زي ما احنا خدنا مثلا إن الدزمين موجود فقط في المصل، إن النيوروفيلامين موجودة فقط في النيرف سيل، الجلاير فايبري أسيد بروتين موجود فقط في النيوروجلايا وهكذا، وفي طبعا أنواع تانية غير الأنواع دي. طب الحكاية دي تفيدني في إيه؟ تفيدني في إن أنا أقدر إن أنا حدد مصدر بتاع الكانسر بتاعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنقول مثلا ان انا عندي مريض جه الدكتور وعمل له فحوصات واكتشف ان هو عنده كانسر او سرطان في البون في العظم. فدلوقتي الدكتور عايز يعرف هل السرطان ده مصدره طالع من البون ولا هو طالع من المصل من العضلات وراح بعد او انتشر وراح على البون. هنعمل ايه؟ هناخد عينة من الورم ده، وعن طريق الاميونو هيستو كيميكال ستينينج، عن طريق ان انا اجيب انتي بودي ضد الدزمين، ضد الدزمين اللي هو مفروض موجود في المصل. لو الانتي بودي ده عمل تفاعل مع الدزمين، معنى كده ان الورم بتاعي ده مصدره المصل وبعد على البون. لكن لو ما عملش تفاعل، معناه ايه؟ ان الورم بتاعي ده طالع من البون. اتفقنا شباب؟ اتفقنا؟ دي مقارنة عملتها لكم بين المايكروفيلمنت والمايكروتوبيول والانترميديت فيلمنت، حاسبها لكم لو عايز حد عايز ياخدها سكرين شوت، بتلخص كل الكلام اللي انا قلته من شويه.